سيادة الوزير متوقعين النهارده الرئيس كان بيتكلم ايضا على المخالفين والتصالحات وبيقول ادفعوا علشان هناخد الفلوس دي نصلح بيها او نساهم في الاصلاح. الاصلاح غالي جدا لكل ما حدث نتائج العشوائيات او البناء العشوائي. هل عندكم ارقام يا فندم بحجم او كم عدد الناس اللي تقدمت للتصالح في البناء؟ طيب خليني يعني ده ملف شائك برضو جدا. احنا قانون التصالح هو قانون وقتي اتعمل في وصدر بالقانون رقم 17 لسنة 19 لمدة 6 شهور وانتهت مدته دون أن يتقدم عدد مناسب من الناس للتصالح. تم تعديل بعض مواد القانون وصدر القانون رقم 1 لسنة 20 وإن شاء الله ده هينتهي العمل به في 30/9 2020 آخر فترة للتقدم بالتصالح. ولكن احنا قابلتنا بعض المشكلات. طبعا لجان التقييم قيمة المخالفة في كل محافظات مصر تمت وكل محافظة حطت وفقا للظروف الاقتصادية فيها الأسعار بتاعة المخالفات وفقا لنوعها. ولكن احنا اصطدمنا ان تسأل المواطنين يقول لك الإدارات المحلية وأجهزة المدن ما بتطلعش ما بتعملش تصالح، تسأل الأجهزة الإدارية يقول لك المواطنين ما بيقدموش. وبالتالي اللي صدر الأسبوع اللي فات من ما يسمى جدية التصالح، المبلغ اللي بيدفعه المواطن كحد أقصى لجدية التصالح، على فكرة الفيات اللي طلعت دي واتنشرت في كل البرامج وفي عن مجلس الوزراء، هو المواطن بيروح يقدم للتصالح وبيدفع ما قيمته 25% من قيمة المخالفة بما لا يتجاوز القيم دي. فالمبالغ اللي هي صدرت دي هي الحدود القصوى اللي لا يمكن أن تتجاوزها 25%. لو زادت 25% عن المبالغ دي هيدفع المبلغ ده بس دلوقتي كجدية التصالح. جدية التصالح هو قرار كاشف هيحدد لنا دلوقتي هل التقاعس من الجهة الإدارية، لأن في لما لو لقينا الناس راحت دفعت جدية والجهات الإدارية لا تصدر قرارات التصالح يبقى احنا عندنا مشكلة إدارية ويجب ان احنا نحاسب زملائنا في العمل. اما اذا ما لقيناش جديات تصالح مدفوعة يبقى لا نتهم الإدارة في ان هي ما بتطلعش التصالحات ولا يلومنا المواطن غير نفسه. ليه بقى العبارة الأخيرة دي؟ دلوقتي يا استاذ رميز لما يبقى عندي مبنيين جنب بعض، واحد تقدم للتصالح وواحد لم يتقدم، واحد لم يتقدم، احنا بيحط لك دولة بقى في حرج امام المواطن اللي دفع. هتسيب المخالف ومش هتعاقبه؟ لا يمكن نسيب المخالف. ويبقى هنا احنا بنهيب بالناس اللي عايزه تتقدم للتصالح لان هو كده بقى بيحط المواطنين في مراتب غير متساويه. اذا من لن يتقدم للتصالح ما هو مصيره سياده الوزير؟ سيطبق عليه القانون، وهو قانون البناء 119 الساري لا يجيز مخالفة البناء. اللي بيعمل دور زيادة أو مبنى زيادة أو بيقيم بناء بغير رخصة، المادة 60 بتقول أن الإزالة هي الحل لهذه أو طريقة التعامل مع هذه المخالفات، وده هنضطر أن احنا نطبقه بشكل يحقق المساواة بين أفراد المجتمع. طبعا لانه لا يمكن أن بس ما ينفعش تسيب المخالف يعني ما ينفعش يبقى انا ساعتها انا هلتزم ليه اذا كان المخالف عايش وسعيد يعني. بالظبط، ده احنا هنا في حقين بنجور عليهم، حق الدوله في عدم المخالفه وحق المواطن الاخر اللي قدم للتصالح ودفع قيمه التصالح بتاعته.